كيفية الدخول لنظام إدارة التعلم بلاك بورد الخاص بالجامعة السعودية الإلكترونية. الدخول إلى نظام إدارة التعلم هو الخطوة الأولى لتنظيم وإدارة المقررات الدراسية التي تقوم بتدريسها، ولمجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات التعليمية عبر الإنترنت. قم بالدخول إلى موقع الجامعة السعودية الإلكترونية، ومن خلال أيقونة أعضاء هيئة التدريس اختر نظام بلاك بورد. تظهر لك هذه الصفحة، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك، ثم اضغط على تسجيل الدخول. عند الدخول للنظام بنجاح ستظهر لك هذه الصفحة الرئيسية الخاصة بك على نظام بلاك بورد. تحتوي هذه الصفحة الرئيسية على ما يلي: قائمة التنقلات التي تمكنك من التنقل العام لأي صفحة من صفحات النظام من خلالها، مثل التنقل بين المقررات والأدوات والإعدادات. تخصيص الصفحة، والتي تتيح لك تعديل شكل النظام من حيث الألوان ونوع النصوص وأماكن ما تحويه الصفحة الرئيسية من عناصر. المقررات الدراسية، وهي نافذة توضح المقررات المتاحة التي تقوم بتدريسها للطلاب عبر النظام. منتديات المجموعة، يمكنك من خلالها الاتصال بالمستفيدين أو مشاركة المعلومات والنقاشات معهم. مهامي، من خلالها يمكنك الاطلاع على المهام المتوقعة منك والتي يجب أن تنجزها. رسائل الإعلام الخاصة بي، يقصد بها الإعلانات الصادرة عن الجامعة أو التي تعلن عن وجود مقررات دراسية أو منتديات جديدة. المهام، والتي من خلالها يمكنك التعرف على المستجدات الخاصة بالمهام الموكلة لك. الدعم الفني، في حال واجهتك مشكلة تقنية أو أكاديمية يمكنك التواصل لحلها من خلال أيقونة نظام دعم. أيقونة تسجيل الخروج، يمكنك تسجيل الخروج من النظام عند الضغط عليها.